مجموعة الوزارية للتنمية البشرية زي ما حضراتكم عارفين بتحتوي على كثير من الوزارات المعنية برأس المال البشري أو بالتنمية البشرية، ومن هنا من الواقع ده احنا النهارده قلنا ان ندي نموذج للمشروع القومي للتنمية البشرية اللي احنا أطلقناه في 17 سبتمبر الماضي، واشتغلنا الحقيقة أنا وزمايلي كل أعضاء المجموعة الوزارية. فاللي انتم شايفينه ورايا هو نموذج لمركز التنمية البشرية اللي احنا بننوي ان شاء الله ان هو يكون موجود في كل محافظة في مصر، على الاقل نبدأ بكل محافظة في 27 محافظة يكون فيها مركز للتنمية البشرية. معنى كلمة مركز التنمية البشرية يعني كل الخدمات الخاصة بالانسان تقدم داخل هذا المركز، وطبعا هي بتختلف من طلب لطلب، بمعنى ان احنا مستهدفين مثلا الصحة، في مجال الصحة كشوفات لكل المترددين من اول ما بيخشوا يسجلوا على المنظومة الالكترونيك، ثم بيخشوا بيلتحقوا بالمكان المخصص لهذا الموضوع يبتدي يتعمل لهم كشوفات طبية كاملة عشان نقدر نعرف احتياجاتهم ايه وندي لهم ارشاد طبي لما يستحقه الانسان، وطبعا بيختلف من شخص لشخص وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. فيما يخص الدراسة انا وزمايلي في المجموعة الوزارية وطبعا باهتمام وزير التربية والتعليم بهذا المجال بنحاول نبدأ الدراسة من سن 4 سنين لسن 6 سنين، لأن الدراسات بتقول إن الطفل اللي بيتلقى دراسة قبل الدراسة الأساسية إدراكه بيبقى أحسن، فهمه بيبقى أحسن، نشاطه في المدرسة بيبقى أحسن، وتحصيله بيبقى أفضل. وبالتالي إحنا بنحاول من خلال وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي إن إحنا ما نسيبش الطفل في البيت أو الطفلة في البيت من يوم ما يتولد لحد سن 6 سنين. الفترة الست سنين دي فترة هامة جدا في تشكيل عقل الطفل، وبالتالي هتلاقي برضو في مجال اللي هو شكل الحضانات وشكل المناهج الدراسية اللي احنا بنستهدفها في ملف التنمية البشرية. لو انتقلنا لنقطة مهمة جدا وهي المدرسة، هيكون في ايضا تطبيقات خاصة بالتعليم والتدريب داخل وتكون لها جاذبية يستطيع الطالب في كل مراحل السنية وأسرته في كل مراحل السنية انها تاخد معلومات علمية مبسطة. مبادرة بداية هي مبادرة وطنية شاملة هدفها إعداد وتأهيل المواطن المصري من أجل خلق مواطن مصري قادر متعلم واعي مثقف قادر على الدخول في سوق العمل وتحقيق مجموعة من الإنجازات وفقا لكفاءاته ومهاراته المتنوعة. عندنا جميع الفئات العمرية مستهدفة داخل مبادرة بداية، بداية من الطفولة المبكرة حتى كبار السن بيستفيدوا من خلال المبادرة من خلال مجموعة من البرامج المتنوعة. كمان احنا نطلق داخل المبادرة أحدث حاجة في تكنولوجيا المعلومات وهو استخدام الذكاء الاصطناعي، فخلينا نبتدي بعملية الذكاء الاصطناعي في تحليل الشخصية. بيقوم فهيم بتحليل الشخصية يقدر المواطن المصري برضو من ضمن مبادرة بداية ان هو يعمل تحليل لشخصيته فيعرف نقاط القوة ونقاط الضعف وبالتالي يقدر يحسن منها، وايضا بنديله مجموعة من التوصيات الخاصة بالوظائف اللي يقدر ينضم ليها وبنقدر نعرفه اكتر على انسب السوق التعامل مع الحياة والأفراد بشكل كبير.